السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي. اليوم جبت لكم واحد السيد كيسكن في فرنسا 10 سنين، هو سامح في ولده، واليوم عاد تفكر باللي عنده ولد. غادي تسمعوا معايا وبارطاجيو هاد الفيديو بزاف، خصكم تعرفوا علاش بزاف، خصكم تعرفوا علاش بزاف. سمعوا، انا 10 سنوات ما داخلش للمغرب. هاد المشكل اللي عندي مع لانك حلتيها مع النساب ديالي، مع النساب ديالك وقع لي هاد المشكل هذا يا اخي. في المغرب انا هبطت للمغرب فاش جات لاسبان، اسم انا ودي اسبان، اسبان ما كانتش فيها ازمه، اللي بغى يخدم يخدم. المغرب ما شاء الله كنت فيها خير وبرزقي وبالخيرات، باينه عليك. تعرفت عليها جاب الله التيسير، درنا العرس كذا، عجبتك العمارية. مدتها 4 شهور قالت هما فكروا باش خصها تمشي لأوروبا. فعلا ديت انا عندي المراضيه. والدة مريضة بالكونسير، كانت بسيكناطة، جيت جبتها مريضة بالكونسير خصني نعالجها، خنبقى تما 20 عام. وهم مرضي الوالدين، تبارك الله عليك. كل شيء في هذه الدنيا ما كدوم حتى حاجة. ماشي مشكل. طلعت غير تجوج فيها 3 شهور ولا 3 شهور ونص 4 شهور، طلعت لإسبان كريت دار. جبت لهم البلان ديال الدار وكل شيء، ولكن ما دفعتي لهاش. المهم زيد من هنا لهنا طا 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 طا. انا عندي لا فورماسيون عليهم، كانوا كيخطوا يديو المرأة، خصهم يهربوا بنتهم لبرا ويديو العائله للطليان ولا الا ما لقات فيك خير. اللهم هذا الشيء، هما ما تسوق السبت، هاد العائله الفضيله راه معروفه، ماشي مشكل. الور شنو سيدي، سير يا ايام وجا ايام، باش نعاود لكم القصه الواقعيه. اكبر كذاب. قبل ما تولد المرأة بثلاث شهور جات هي ويماها لعندي، بعدا راه كانت ساكنه في الدار ديالهم، عندهم بنت وحده. كيقول لك ما بنت ما يمكنلاش تعيش معاكم تما في المنزل. انا صافي بقيت كنعيش معاها في الدار ديالهم هما، ما لاباس عليهم، الله يزيدهم، انا ما يهمنيش هادشي تخدمي. زيد ديتيها على الرزق. ماشي مشكل. قبل ما تولد الولد بثلاث شهور جاو جبينا للدار، مشيت شريت 6 ديال الدجاجات واحد اللعاب فاش 15 كيلو ما شاء الله من المنزل بني يزهر، كتعرفوا رجال بني يزهر كل ما يموتوا على الكلمه. مولا خير ومرضي، والشكر من القبيله بني يزهر، خوتي المغاربه والمواطنين المغاربه والمغاربات. زيد من الكذوب زيد. جا واحد صديق ديالي، مشينا لفاس. اها. وصيتو قدام تما في الوالده مسكينه بوحدها. اه مسكين. جا في الماكله وجدوا كلش، حطوا له 4 دجاجه، واحد شويه ديال الدلع، والوالده مسكينه عندها ما شاء الله. كتاكل. حسيت الله تبارك الله الخير، واخا تعطيها عطيها اكثر من القانون تاكل وتشبع، واللي بقى كتحطو. قالت لهم واش انا كلمه كتعطيوني هكا كيهرسوا عليها هذاك جوج طباصل. لان قتلتهم النقيل. هاد المشاكل ناشئة. جيت جبرت مشاكل، جبرتها هي مشات للدار اللي خايف حدانا، عندنا جوج ديور حدا الديور. وخطباني زعما بجوج، جبت المراه، عيطت لراجلها وكدي عليا المراه ديالها، تما بدات كتوقع المشاكل. سيريا هي. ولدت المراه. ولدت وليد. دابا هاد الولد مبروك عليك. ولدت المرأة آدم. آدم. موراه بسيمانة مسكينة الوالدة بالتيخة، موراه بسيمانة تزاد لي الولد بحال اليوم مات السبت جاي ماتت الوالدة. الله يرحمها ويوسع عليها. تافت شي شهر ولا، يعني نكمل لك القصة. وقعوا بداو وقعوا الناس صافي، ما نكذبش عليك، أنا مليت ديك العائلة هادي اللي ماتت الوالدة، حيت هما سبب حتى في هاد المشاكل بزاف. وعلي طلقوا وهني راسك. انا نعاود حنا بني صغار ما كانت تشرا وما كانت تباع. وقبل نعاود لكم، قبل بالتدقيق قبل ما نطلع لاسبان، قال لي با خصك تسيني معنا واحد الكونترا باش غير تبغي توجد المراه ديالك لورا، حنا نصوبوك. انا درت فيهم لا كونفيونس، اسمعني مزيان، اسمعوني اخوتي الغالي، هو وجد كل شيء، تفاهم مع البلديه كلش ديال افران، مشينا حط الدوسي، انا غير كنسيني تيك 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 سيني. اها علاش انت ما قاريش؟ انت مطور مع راسك وتسني كذاب كذاب. المهم سيريا هي الولد ديالي وصل تقريبا هذاك واش عام وشي حاجه ولا عامين، وصلنا للمشاكل. وصلنا علاش ما ديتهاش، علاش انت ما خصكش تبقى في المغرب؟ لان تزوجتي دي المراه ديالك، لان انت مشاحن ومعاكس، علاش ما ديتيش المراه ديالك والدري ديالك؟ يعني مطرح مع راسك وبغيت هاد المراه تسناها. وهو السي محمد شاهين راح لي الوزير، كان كيعتني بي، دابا دخل كل الحبس عندي وزير، عندي يكون عندك حتى عاش محمد السادس الله يطول له عمره. فعلا، ولكن هاكي جيتي فيها هو كان كيخاف مني، غادي يدخلوك للحبس المجرم. الرجال منهم بلياس غا منهم كذا منهم كذا،
الله ينسى محمد السادس، عشان انا كنقولها ولي. شنو داروا لي ديك الكونطرا؟ داروا لي الحبل هنا في عرقي. سمعوا اخوتي المغاربه والمغاربه، جيفوني ليها. شحال من مره كنبغي نهبط كنخاف ندخل ما نرجعش، لان احنا خصنا ندخلوك للحبس. سمحتي في الدري؟ ما فكرتي في الماكله ديالو؟ ما فكرتي في اللبسه ديالو؟ ما فكرتي حتى في شي حاجه؟ هذا هو المشكل. ماشي مشكل، توحشتي البلاد، ولكن الدري ديالك ما توحشتيش. مسخوط الوالدين. جيفوني بعد المحكمه، حكمت عليا على الطلاق 8000 ريال مغربيه. ولكن ملي حالك، لان الحضانه ديال الدري، الماكله ديالو، خصهم يصيفطوا لك الريشيرش لفرنسا. دابا هذه 8 سنين عامين في المغرب، و 8 سنين عندي 10 سنين ما شفتش الولد، عنده 12 عام كل شي حاجه. شنو داروا؟ عاد درك تفكرتي بلي عندك ولد؟ تزوجت هي بواحد اخر. وباغيه تسناك؟ في 2011 في الاول ديالها ولا في الفلوس ديالها. قال لي باعي كيف التليفون، قال لي غندير لك سوربريز. والله الا راجل، لا عبر عليك، مسخوط الوالدين. الله يسهل عليك. قال لي بنتي جاب الله. تمشي تهنى؟ فاش دارت العرس وخرجت، قال لي راه مشات للطاليان، كذب عليا. اسمع مزيان. كانوا كيخططوا الولد كيف يهربوا. مازال عنده عامين كل شي حاجه. انا راه كنت نروح تيار. اسمع، انا طلعت لي سبانج قلت العزمه. ما كانش ازمه، اللي بغى يخدم يخدم. 6 شهور، 7 شهور، 8 شهور. الفلاحه موجوده. مليان في سبان فاش كنت انا جيت لها 3000 اورو في الشهر، 2600. ما طيحش عليها. وبغيتي تخطف؟ احسن الفلوس لهنايا ولا احسن الفلوس ديال المغرب؟ هذا هو المشكل. داروا لي ديك الكونترا، داروا لي جيفوني بها. كنوصل شي مره حتى شوف فيها يا اخوتي المغاربه والمغاربه. سمعوني يا اخوتي، كنوصل حتى لسبته كنبغي نقطع ورجلي كتقال عليا. شنو كنقول؟ ندخل يقدروا يشدوني فعلا، لان خصك تخلص السيار لسانه ديال الدري، خصك تخلصها. وكان شدك انا نعلم عليك وندخلك للحبس. دابا في الراي ديالكم اخوتي المغاربه والمغاربات، المغاربه والمغاربات، في اوروبا، مسخوط الوالدين. كان غير سكتي، خوكم مهاجر هكا، كان غير سكتي. هذا 10 سنين ما تكلمتيش والله عاد اليوم. اللهم لك الحمد، هي اللي فكرت في الدري وداتو لفرنسا. هذه 10 سنين ما دخلت للبلاد ديالي. واش كاين شي مغربي مهاجر مغربي؟ غير المجرمين هما اللي داير رضا الوالدين، وما ما تبعه حتى شي حاجه، يدخلوا فوق ما بغاو ويخرجوا فوق ما بغاو. ومن خوتي المغاربه يبارطاجيو بزاف. انت بغيتي غير تبان، بغيتي اليوتيوب، ما بغيتي لا دري لا والو. مزيه هي اللي نقدت هاد الدري وداتو معاها لفرنسا، وما انت سمحتي فيها مسخوط الوالدين. انا خصني ندخلك للحبس لو كان شدك، وخص هذه الا بنت الاصل تطلع لك الروشيرش حتى تما لفرنسا، لان انت فرنسا وهي فرنسا، وتطلع لك الروشيرش وتما تخلصيهم لا بلا خاطرك. مسخوط الوالدين. شوفوا دعوة الشر كي دايره. 10 سنين سامح في الدري، ومزيان اللي امو تزوجت وداته، بغاها هي تسنى والدري تما يتسنى. شايف العيشه البلاد كي كاين الفقر وكلش؟ ماشي دعوة الشر، هادو اللي كيديو نساهم ويسبحوا فيهم. المغاربة اللي واقع عليهم هنايا يقول لك انا لا ديت المرأة معايا لاسبانيا ولا ديتها مع فرنسا غادي تهرب وتخليني ولا تشكي بيا. شوف، لان عنده الشك. لو كان عندهم الحنان وكلش، نديروا كاع حد المرأة جابها وما بغاوش يتفارقوا، بعدا دار فيها خير ونقدها. اللهم تعيش هنايا ولا تكرفس في البلاد. ولكن ولاد بلادنا مطورين، ديتي المرأة خصك تديها معاك تحير فيها ولا خليها، باش هي غادي تسناك عام ولا عامين وانت في اوروبا داير على ما بالك ودار اعطيها للطاسه وكلش، واليوم هي تسناك. المراه هي عندها نفس، تشوف صحاباتها، تشوف الناس، تشوف الجاليه، تشوف كلش. ديت مراتك زوجتي، دي معاك مراك للخارج، او لا خليها عند باها. لان هنايا الرجال مطورين، يقول لك لا انا غادي نجيبها من المغرب غادي تزهق وتمشي، وهنايا الحقوق غادي تحكم فيا وغادي دير له وتفعل له وتهدي. راه مزيه هي اللي فكرت في الولد ديالها وتزوجت ودات الولد ديالها معها. ولكن هاد المراه الا سمعت هاد الفيديو، دير لك الروشير، تطلع كلشي الدوسي وفرنسا تخلصو بلا خاطرك، بلا خاطرك. امسخوط الوالدين. بسلام عليكم، تبارك الله عليكم.